السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كيفاش راكم مع الغيجيم؟ البنات اللي بداو كان بزاف، بداو النهار الاول باسكو كي حطيت لكم البرنامج بداو معايا. اليوم الثاني من ريجيم مايو لإنقاص 8 كيلو أو أكثر في 14 يوم. طبعا هذا الريجيم قلت لكم فعال جدا جدا جدا، وننصحكم به بزاف بزاف. كان بزاف يقول لك صيام متقطع، صيام متقطع ماشي اوبليغاتوار، تحبوا ديروه تحبوا لا. انا اول وجبه ليا نبداها سا ديبون، خطرات نبدا على 11، خطرات نبدا على 12، خطرات نبدا على الوحده. دي فوا نخرج ولا تكون عندي حاجه نقعد غوتا حتى زوج ثلاثه تاع الحشيه، ما عنديش مشكل باسكو البرنامج تاعي باين واكل تاعي باين واش هو، دونك ما نتقلق ما والو. كان بزاف يجوهم اعراض مع 12، هذيك اعراض كاذبه لانك موالف تاكلي على 12 الوغ تحسي روحك عيانه، تحسي روحك باغيه طيحي، تحسي روحك تصطفقي. هذوك كامل ما ديروش عليهم، هذوك اعراض كاذبه تاع باسكو انت موالفه تاكلي على 12 ولا على 11. دونك كي ما تاكليش تحسي هكاك، ومن بعد غير تفوت هذيك لا بيريود يرجع الجسم تاعك عادي. دونك كوراج، ولازم تكوني تفرقي بين انسان نضر من الغيجيم وانسان انا ما نظنش تنضروا. تخيلوا روحكم راكم صايمين في رمضان وما تاكلوش في النهار، واش راح يصرى لكم؟ يصرى لكم والو. او كونترير الانسان كي يكون عنده سيغ بوا، الجوع والحركه مفيدين جدا ليه، مفيدين جدا ما تقدروش تتخيلوا. جوست حنايا الانسان ما على باليش علاه يخاف من الجوع. ما تخافوش من الجوع، الجوع علامه على الحرق. دونك هذه هي اخواتاتي بالنسبه لفطور الصباح تاع اليوم الثاني، لا يتغير كما باقي الايام. اليوم درت حبه بيض، زوج حبات بيض وحبه موز صغيره، الا كبيره تقدروا تقسموها على اثنين، سينو تختاروا اي فاكهه موسميه اخرى، تفاح، تفاح، خوخ، التمر. كاين وحده فانس قساتني على التمر، حب ثلاث حبات تمر يعادلوا حبه فاكهه. دونك او قهوه او شاي بدون سكر، الا ما قدرتولهاش تقدروا تزيدوا لها ملعقه تاع سكر، ولا تقدروا تستعملوا المحليات الصناعيه كيما لا ستيفيا كيما لا ساكارين. قبل فطور الصباح نشربوا الماء على الاقل، او كيما تشربوش الصباح اجا زوج كيسان تاع ماء اجا. بالنسبه للمشتركات اللي صايمين عادي تقدروا تقسموا الوجبات تاعكم، وجبه الغداء ديروها في الافطار، وجبه فطور الصباح ديروها بين الافطار والسحور، ولا تاكلوها الصباح مع السحور. دو تفاصون نتوما ديروا اللي تخرج عليكم، ليسونسييل برنامج الاكل ما يتغيرش. هذه اخواتاتي نقولكم نروحوا نشوفوا وجبه الغداء. نورمالمون وجبة الغداء فيها حبة خيار وشريحة ديك رومي حوالي 100 غرام، ليسكالوب دو داند اونفيرون 100 غرام، مي انا زلت حبة طوماطيش صغيرة من هذيك تاع المعصرة، هذيك اللي تجي طويلة هكا، وشوية بصل، ربع حبة بصل، فيو كو البصل ما ناكلوش باسكو عندي مشكل معاه. دونك ما ناكلوش خضر برك، طايب عادي غير خضر برك ما ناكلوش. فود مابس بيان سور، ديت كيما راكم تشوفوا درت سلطه صيفيه بالخيار وبصل وطوماطيش، لكن حبه نص حبه طماطم، حبه خيار وربع حبه بصل، ومعها كيما راكم تشوفوا الاوميغا 3. الاوميغا 3 جيده جدا خاصه في الوقت اللي رانا فيه كورونا فيروس. ينصحوا الاطباء باخذ ولا الاختصاصيين باخذ الاوميغا 3، مليح لكلش. اوميغا 3 كسوا كوم دايرين ريجيم ماكمش دايرين، راكم مرضى راكم صحاح، الاوميغا 3 هايلين. دونك هذه يا اخواتاتي اللي حابه تلتزم بالبرنامج، حبه خيار و 100 غرام تاع و 100 غرام تاع ديك رومي. وجبه العشاء كانت عباره عن سلق، انا السلق ما طيبتوش كيما نقول زعما ما غليتوش ما فورتوش، كنت دي فوا كنت نفورو، مي دروك راني نديرو ديريكتومون في المقله.
نقليه حتى يذبل عادي، يذبل بالخف ما يديلكمش وقت، ويبقى محافظ على الخصائص الغذائية تاعو. درت عليه 2 حبات بيض، باسكو البرنامج هذا هو فيه سبانخ، اللي ما يعرفش الدرجة تاع الجزائريين، سبانخ و2 حبات بيض وحبة طماطم. الحبة تاع الطماطم درتها فان سالاد، درت لها شوية بصل و لاصوص فينيغريت، زيت وخل، فينيغريت زيت وملح عفوا. الملح نستعمل كيما على بالكم الملح البحري. بالنسبة للماء اوبليغاتوار شرب الماء، رانا في فصل الصيف اول حاجة. ثاني حاجة ريجيم تدو معاه نتيجة رائعة في شرب الماء، شرب الماء. ثالث حاجة شرب الماء، اي اخصائي اي طبيب تروح له تقول له فوالا، اي طبيب مهما كان الاختصاص تاعو ينصحك بشرب الماء. دونك شرب الماء على الاقل لترين، من الاحسن 3 لترات فما فوق. اللي يدير سبور كل ساعة تاع سبور ديروا لها نصف رتل من الماء. دونك بالنسبة للرياضة في هذا الرجيم ماهيش اوبليغاتوار، مي اللي حابة تدي نتائج وتعزز النتائج تاعها من الاحسن تزيد 30 دقيقة مشي، ولا تتحرك في الدار دير ميناج، ولا دير حركات لشد الجسم. هذه يا خوتاتي نقولكم الى اللقاء، نتلقى غدوة ان شاء الله في اليوم الثالث.